اقعد يا انا 140 روح انت على ملك الخليج. اي والله لا يلا لاعب يلا شو تسوي؟ بس هو البارحة على اساس ها هذا اللي هنا المستوصف سال اسقد هذا ها باقوا فلوسي ليش مو حرام باقوا فلوسي روح شوفه حاط لهم كرفونات الله يرضاها شوارعنا يم شوارع هاي اذا تنطر طب المي لبيوتنا كفيلك الله زين هاك يجون انه بيجون الامانه يفشون بالتجاوزات ليش العالم وين تروح والله عاوز شغل زين هاك العالم تفتح هنا بسطيات ها يركضون وراهم يفتح لبلبي يركضون ورا والله العظيم نفتح طماطه بالشارع ما حد يشتري كفيلك الله تعال شلون مو محارب هذا مو جاي يركضون ورانا الامانه مو حرام عليهم انا من الناس اللي كيشك بالشارع ابيع دقاير من اجوا والله يركضون ورانا ليش هيك يفلشون بالعالم ها والله حاطتها وجت ها فلشت العالم شنو ذنب هالعالم وين تروح الولد يا هذا لا شغل لا عمل أيه. الحكومه شنو موقفها أيه. ها أيه. يعني هذول شنو ذنبهم بالله عوفنا احنا ماشيين امرنا أيه. بس اكو جماعه ما تمشي امرهم شنو ذنبهم خطيه الفقره هذا شنو ذنبه هذا طفل ما شاف بحياته هاي يبيع شاي هاي وين هذا وين الصنف اريد اعرف الصنف خلي يسمع عادل عبد المهدي الصنف وينه وين الصنف هذا شنو ذنبه هذا عايف مدرسته وقاعد يشتغل يعني انا لو عندي والله حرام اخليه يطلع يبيع شاي الى مستقبله والى حياته بس ان من نحكي وظائف ماكو شغل ماكو قال له تخاف قال له لا قال له تستعي قال له لا قال له اعمل ما تشاء هسه احنا ربات كلامنا وضعنا هذا وضعنا المادي الشباب كلها قاعده على طالب بطاله غير الدوله تحس على روحها وتقول يابا هذول شنو ذنبهم؟ ها؟ اكو ذنب لهم؟ ما لهم ذنب احنا ماكو نخلي امرنا لله الواحد الاحد ماكو غيره صار لي تقريبا الله لا تشذي بك صار لي 20 سنه بالعماله شنو اللي حصلته بحياتي؟ هواي عمره 47 موالي 72 يا شنو اللي حصلته بحياتي؟ انا عندي اربع جهال هسه لحد الان صار لي اربع جهال يعني كله بس بالعماله يعني ملابسي هسه البسين يمكن ذكرا جدي من ورا المعاناه وماكو ماكو حتى ظرفه تعبان شنو اللي حصل؟ والله العظيم هسه اذا ما اشتغل اروح بعد شوي اروح استعطي من العالم من الناس خيره انا حطلع الخمسة الالف الالفين اروح اجيب بيه مسواق للبيت اذا ما القى شغل بالبيت يعني اذا مثلا اطلع ماكو شغل وماكو هاي لا عمل لا هاي الله وكيلك كيفك وهاي الناس الخير هاي المحلات وهاي كلها مساعدتني والحمد لله والشكر وانا عشت اكثر شيء على العالم يعني ولا متى نبقى هيك الى متى والله طالب الحكومه العراقيه شويه تعانينا تجهز لنا فرصه عمل على هالوضع هذا الظرف هذا التعبان والحمد لله والشكر احنا هاي نريد والهاي الحكومه مسيطره والحمد لله والشكر وامان موجود بس ايش عجب هالشغل هذا وقف ظرفنا تعبت ما يصير هيك حتى عده ايتام والله العظيم اربع جهال لا ام ولا اب وانا اكثر شيء انا معيش حتى البها عندنا وحده بنيه صغيره خطيه خربطت نص الليل ما عدي يعني ما قدرت اقيمها قم يابا هاي يعني مثلا اوديها المستشفى هاي ما عد الا اروح استعطي من العالم يلا ودي المريض زين الله وكيل أنا موظف عادل موسى بكرخ الثانية تربية كرخ الثانية احنا كنا على الصحوة وراتبنا قليل حولنا من الصحوة على الملك دامي كنا بعدنا عام الخدمة قالوا يابا تعالوا انتوا باللجنة جابوا اللجنة جابوا مشتريات من التربية من الكرخ الثانية الشركة ربيع من دولة لدولة نقص رحلات وتقومة كل نقص ما بيه هسه طلعت 37 مليون غرامة كل واحد زين احنا راتبنا 300 زين وين شلون نبوك نقتل احنا بس عندنا الله والله وهل البيت يا يما الصدق الوزير التربية يشوفنا دز علينا محمد تقبل انت ما تقبل من الله دز علينا ذول موظفين عام الخدمة هاي نفس الشباب شو جاب العمود لا 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 بالصبه بالصبه للصبه
انا على باب الله اشتغل، صاحبة عائلة برقبتي، وعندي شهداء اثنين، وعندي اولاد ايتام برقبتي، وهاي اشتغلنا اكلنا، ما اشتغلنا ظلينا، تعيينات ماكو، شغل ماكو، عمل ماكو، قاعدين على الله وعلى هالسوق. وعلى هالشغل هذا. لك ايش تبعنا اكلنا، ما اشتغلنا ما ظلينا. بس ان الله على رب العالمين. اريد شيء ينتبهون علينا هالناس الفقراء التعبانين. لا تعيين، لا شيء. عندي ايتام بقوتي، اثنين استشهدوا ولدي، واحد كنت ولا امريكان وواحد استشهد بالقهوه مال البياع. وعندي جهال وصغار وانا مربيتهم. وعندي ما بنيه نص عقل يعني عندها ثلاث جهال وانا معيشتها وياي. والله حسب الرزق يا امي. البعت 10 20 25 هاي الحمد لله والشكر، معايشه بيتي. واليوم ما اشتغلت ما هو على الله. لا والله اشتغل مدرسة انا بدائرة يعطونا 400 ألف دينار راتب اعطاني الايجار. هاي الحمد لله والشكر عايشة. هاي عايشة الحمد لله بس الواحد يكون ينتفون على هالفقرة هاي الناس الفقرة. اريد هاي ما اريد كل شيء. هالمسؤولين الكبار يباعون الفقير يباعون الناس الفقرة. الرواتب مال المعاملات مال الشهداء مش هو هاي الريد. احنا نريد من الدولة الكبرى بالنسبة لهالشباب العاطلين عن العمل الخريجين على مستوى يعني كثروا بكثرة كل سنة تزيد عندنا البطالة من كثرة الخريجين والشباب ونجي على الشباب الاطفال ذول خطيه يعني لازمين يبيع اللاقه ويبيع اي شيء على المعيشه يقضون يساعدون اهاليتهم. فاحنا نريد طلب منهم كافي نقول لهم التفتوا الى هالشعب هذا هالشباب ذول يروحون غير شغلات يروحون بغير طريق يدون الى السرقه يدون الى اي شيء توقع من عندهم. هل هسه طاش هاي الاخبار عن على المخدرات عن هذا ليش احنا ما نوقف هالعمل هذا نخليهم نشوف لهم عمل نقوم به الدولة تدعي لهم اتجاه لهم. المتشردين صاروا كثرة بالشوارع شنو سببها الفساد نحكي على الفساد احنا ما نقدر نحكي على الفساد بعد غرقنا لهنا بالفساد من رجال دين الى سياسي الى اي واحد من هذا فكثر الفساد الشارع دا يتاثر حيل بالفساد والغش بعد احنا ما نقدر نتجه غير اتجاه. احنا بنشتغل بالامانه يعني قال لي تقريبا من 2006 للهسه يوميا 15 ما تفيدنا لا تعيين لا هاي انا مو خوش شغله وننزل جوا نوازيد من المجاري على ساعات تطلق علينا غاز وهاي يخترق ما يفيدنا شغلات هي كلها عطاله ما لا شغل لا هاي ترى بغينا نطلع من الصبح بالساعة بالستة ارجع بالثنتين وما حد راضي عليه هم نفسهم المواطنين والمسؤولين شو طالب والله شو طالب يخلي يبيعون على العالم هاي العالم قاعد يشتغل العربانة تبيع علاقات هذول البيع المخضر هاي الشغلات ما عنده شغل وعمل يروح يسلم ويقتل لازم هاي معروفة مو لا بسبب ما بسبب الدولة لأن الدولة ما بيها خير لو بيها خير كان سوت هاي العالم يشتغل هاي قاعد مو لو لا لان الدوله ما بيها خير. ليش تحشون على ذاك الوقت؟ ذاك الوقت على الاقل شويه كان شغل وامان وهاي مو لو لا. يعني احنا هسه احنا شباب والله حاير بينا ابي لك اياها، والله العظيم مليان، احنا هسه نطالب الحكومه العراقيه ابسط الحالات، احنا ما نريد هوايه، احنا نريد خدمات، نريد تعيين، نريد شغل، هسه والله العظيم ما نطالب، انا ترى والدي متوفي وقاعدين ايجار ب 400 الف، ها وحالتنا والله تعبانه. انا طالب هسه السادس ويعني حتى ابطل ما عندي فلوس ما عندي والله العظيم فلوس ما بلابس ما عندي. ابي احنا انا شغل وشغل والله العظيم تعبان وين نروح؟ لا شغل بيه خير وين نروح والله العظيم؟ احنا شو نريد؟ نريد ابسط الخدمات من الحكومه العراقيه. ما خلينا مكان نروح لمعامل الساديه، ما صناعه ساديه وين نروح؟ احنا شو نريد احنا من الحكومه العراقيه؟ ابسط الخدمات الله وكيلك، احنا طلاب والله العظيم عايشين بهالرقبه عوائل، بالحسين كوم لحم عايشين بهالرقبه، اربع نفرات معيشين. وانا سادس علمي، والله العظيم ملابس ما عندي اروح بيها المدرسه.
بالقران الكريم. الشعب يعني تعبان يعني مو هالقد، يعني شغل ماكو، اغلبيتها خريجين قاعدين عن العمل، اللي يتخرج ما يلقى وظيفه عمل، هاي يعني مو يعني شغل لو يعني ذاك كان متوفر، يوم عن يوم يصير شغل انقص، يعني شعب تعب فرد نوب مو شلون ما كان. هاي العالم جاي يشوفه شغل ماكو، ما يلقى شغل يقعد يجدي شو يسوي؟ هاي اغلبيه العالم، هاي جو هنا المرشحين، اجوا المرشحين قبل فتره لما صارت الانتخابات، تعال انا اسوي لك فلان وفلان، شو صار الانتخابات لا شفت من عنده. تقدر لا يابس، شو هاي خلصنا الانتخابات افيد الشعب وافيده، لعد وين هذا الشعب؟ شو خذوا بس اصوات الشعب وضحكوا عليهم؟ عمل الجاده صارت اكثر من المرشحين، اكثر من ذول بالبرلمان، واحد لو اثنين، طب للسوق الجو، شوف الناس التعبانه البيئة، ناس فقر كفيلك الله قامت تموت من الجوع. يعني اذا ما يتوازى يروح يبيع جهاله، طلعها ما قدوته يطلع يجدي، وضعيه هاي شعب حضارات، يعني قاعد طفل ها قد يجدي، غير عالم هذا مخصص له راتب وقاعد بالبيت. والله نطالبها بالاصلاح، يعني شعب تعب فرد نوب، ابغى للشعب اشوفه يعني شويه خلي يشوف نظره للشعب. الشعب اذا يبقى على هذا الوضع ما تبقى، سائل الاحتلال راح يرجع عليك مره ثانيه، زين انت اذا يطلب لك الاحتلال مو صار انقص عليك، كل شعب هسه ما ادري شلون صاير، نبهم يرجع الاحتلال فوقه؟ الوضع جاي يتعب يوم عن يوم. والله شغل ماكو، شغل عاوي منتهي، منتهي كسباير ما انتهي اصلا. اي والله الساعة بستة اطلع، والله ارجع الساعة 12 مرات بثلاثة، والله مو سوى 12 مرات 10 مرات 15 حسب الشغل. والله تعبان، هاي اللي تشوفه قدامك بس التاكسيات طاوقة. الور تاكسي؟ اي والله، والله بحثنا بس كل شيء ماكو، فايلاتنا موجودة بس كل شيء ماكو، يعني مخابرة شو قد يخابرونا ما تعرف، كل شيء ماكو والله، كل من اخذ مالاته وراح، نفسه ونفس نفس الاشكولات ونفس كل شيء. اكو شيء يتغير من قدامكم، تغير شيء كلش ما يتغير، هاي نفسنا ونفس هدومنا، وانا كنت تبليط عمي، كل شيء ماكو، فلشون وعافون عن النص، يا تبليط يا دنيا، اكو تبليط، ليش المنطقه راح اشوفها، فلشه بس قال حنبلطها وما بلطوا لحد الان، كل ما اخذ مالاته وفلت. والله شغل ماكو، شغل ماكو، عمل ماكو، المجتمع كليته ما بي شغل، يعني احتارينا نروح. انا اشتغل تاكسي، حتى انا متاجر حتى تاكسي، اكثرها قامت تمشي مشي حتى كلمه تصعد بعدها فلوس. يعني احتارينا والله. عماله لاكو شغل، تاكسي لاكو شغل. بقاله ماكو، يعني ماكو. استادي ماكو شغل ماكو، العالم ما حد ياجره لان العالم ما عندها فلوس، عطاله بطاله. لا من الناحيه الامنيه لا ممتاز، يعني ماكو سيطرات مفتوحه الحمد لله والشكر. بس الشغل ماكو، العالم ما عندها فلوس تاجر. لا خير من الله، ما يقصرون والله الاجهزه الامنيه ما تقصر. لا احنا ما نقبلها هسه، هاي الثانيه ما نقبلها، لا ما نقبلها، وخلي المرور اللي قصته وصل، يعني المرور يعني ما يقبلون. بس الجراجات موكو، يعني العالم تطبق بالسايد الثاني. استاذ اذا مخالف السياره ما حد بيها، والمجهوله طبعا المنتسب يبنشرها ويشوفها. لا ما صاير وياك؟ لا ما صاير وياك، لان انا ما اقدر اعرف سيارتي بعيد من عندها، او اخليها بجراج او اوصي عليها واحد اعرف. والله اطالب يعني من دولة رئيس الوزراء يعين العالم كلها عطالة بطالة، تجي للتاكسي والتاكسي ما بي شغل. يعني يوفرون شغل، عمل، مسكن للشعب. الشعب تعبان، هم حايرين مشاكلهم واحنا واقعين بيها. ضرائب علينا، غرامات علينا، شو اسمه كلهم المواطن. يعني ياخذون من جيب الفقير يخلون بجيبهم هم. خريجين نعم، هاي خريجين كلية، هاي كليات موجودين. تعيين ماكو. تعيين ماكو اصلا، التربيه رادوا لهم 2001، اللي قدموا 36,000 هم رادوا 2001. والله الحمد لله والشكر، من الناحيه الامنيه امن موجود واستقرار موجود، ويعني نشكر الاجهزه الامنيه موفر الامان يعني بالشارع، بس العمل ماكو، مشكلتنا العمل، عمل ماكو ما متوفر العمل. طبعا هسه عندك المعارض هاي مال البياع، بيها تقريبا 2000 بنجلاديش، وكلها تتقاضي بالدولار 500 دولار كل واحد. زين هاي ال 500 دولار مو راح تطلع، راح تاثر على اقتصاد البلد. زين هم اللي يروح يجيب البنجلاديش، الشركات تروح تجيبهم، ما يقولون هذول ابناء البلد شو يشتغلون؟ يعني احسن يحرفون لو احسن. لا مو متبطر، هو الشاب العراقي حر، مو ذاك يجي دليل، ذاك يقبل واحد ينداس على راسه عادي، المهم شيء يطلب فلوس، هذاك جاي على مد الفلوس. الشاب العراقي حر، يعني ما يقبل واحد يتامر عليه، ما راح يذله، مو اهل المال اكو بيهم، يعني هم تعبانين، يعني تكبر على شوف عامل عباله يعني يستغله هيك.
هذا بنقول هذا شو يستحمل ينضرب عليه ينضرب رايجي هذا عراق حر هو حر يعني هو دمه يختلف فاير يعني ما يقبل واحد ينتقص من كرامته صار لي 18 سنة بسوق البيع ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار ماكو الزرعة مناسب كليته طماطم يعني هسه 750 كانت ب 1500 نزلت وهاي نشوف البطالة والعالم الفقرة والعالم التعبانة وضعيتها وش حكي العالم يعني ماكو لا ارتفاع أسعار بس هاي شوف هاي العالم الشغل والعمل كله واقف يعني هسه ارتفاع نزل الزرع نزل الزرع بس بالحلوى غالي احنا جاي نجيبها يعني 400 دينار 150 في سبيل نكسب المواطن يشتري ياكل الفقير المواطن الفقير ياكل ليش نغلي الزرع ما نغلي خلي المواطن الفقير ياكل على مود خوش ارتفاع الاسعار زين يعني بالعلوة مثل ما تقول شو تسوي يا ويا 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 شو تسوي يا هاي المعاناة هي هاي معاناة الشعب العراقي بل 20 15 25 نص المصرف ونص للدكاترة عندك اطفال؟ عندي اطفال اثنين رحم الله والديك شو لا عاديه مصرف هذا كله محسوب كله محسوب هذا انت تشوف هذا الشغل والعمل وضعيه تعبان مو في القبل شان قبل الشغل السوق هسه السوق ما يشتغل هسه شو يجيب لك اربع صناديق طماطم علاقه بوتيت علاقه بصله لا 11 12 تخلصون تروح ما قدم شو تقدم؟ قدم يريدون منك شو تقدم؟ يا تعين قدموا وتروح وش يذبوك مكان بعيد ما يذبوك مكان قريب الا واسطات صح لو غلط أغاتي الصحة خو ما شاء الله الحمد لله والشكر صفر وين ما نروح فلوس وماكو معاناة لا عرباين أنا رجال عندي فتح جمجمة هاي إيدي عربانة ما عندي عربانة ما عندي ليش ذاك الوقت كان ينطونا هسه كل شيء ماكو زين وشوف هالشباب هاي القاعدة عطالة بطالة سلفة مال المتقاعدين أنا متقاعد ها ينطون 10 ملايين ها ياخذون 5.5 ارباح هي الفوائد شلون يصير الفايز شلون يصير احمر اصفر شنو شغلك حجي شنو شغلك تعمل شاي انا اجي الصبح عامل هنا اهلا اكل ناس خيره تعرفني اوقف مشرف هيجي هذا هاي وضعيتي والله انسى نحصل 5 ل10 الحمد لله الحمد لله وش اريد من الله ومن الحكومه تباوع على الشعب وعلينا احنا من ضمنهم شرين البرلمانيين عمي عمي ذولا يقول له الشبعان ما يحس بالجوعان خلي ينزل مالاته بالجيب عمي ها اي الملايين هاي ولا اجي الملايين هاي خالي هسه انت مو جيتني على غفله الله وكتبه ورسله ولا تفضل بعد ما مستفتح هذن باحنا 1500 وضعيه هاي صاحبين عوائل احنا نريد من الله ثم من الحكومه تنظر لهالشعب لهالشعب المسكين هذا اللي شاف ما شاف من معاناه اي وخلف الله عليكم ورايتكم بيابا ان شاء الله انا خريج معهد فنون دبلوم زين جيت هنا فتحت شاي صاحب عائله واصرف على عائلتي زين وجاي نشتغل على هذا الشاي اصرف عليه ايجار وعلى هاي ردنا تعيين ماكو تعيين نركض قدمت ما خليت اي شيء ما قدمت عليه زين شي ينزل بالانترنت اقدم عليه وما جاي يطلع اسمي وصلت الجهات وقدمت وقالوا حتى اكو حراسات على الصناديق وتاخذ فلوس وكل شيء ما حصلنا حراسنا صناديق وكل شيء ما حصلنا منهم هاي يردونا ننتخبه وكل شيء ما محصلين قال هوايه اي هوايه اصدقائنا لا شغل وكل شهادات كلها واصله ودارسه خريجين معاهد خريجين صناعه سادس صناعه وكلهم قاعدين وهاي جاي نشتغل بهالسوق وهسه هم هاي السنين شوية السوق تعب ومتحمليها شلون ما كان أطلع مرات 10
بس بالصيف لا 20-25 لان نبيع مي بالصيف، بس عاد شاي لا هم تعب وكثره، ويعني حتى صغار عمره 10 سنين و12 سنه شايل ترمز ويجي يخدر بالبيت ويجي يشتغل. تقريبا صار لي سنه الا شهر 11 شهر صار لي هنا بالبيع قبل شغل عماله. هم عندنا خلفات نشتغل يوم عماله، وهم نطلع اسبوع قاعدين يوم نطلع، تخلص هذا اليوم مصرفك، ايش تطل اهلك ايش تجيب بليهن ما تدري. السوق كله تعبان، الواحد يحكي ما الله تعب هاي السنين هسه الاخيره حيل تعب السوق بكل شيء، يعني ابو التاكسي تعب شغله، الطب جوا على العرباين كله 10 سنين و11 سنه تبوا عليهم شين ذنبهم. زين اللي يبيع لاليك شياب ايش كبر الواحد معوقين جاي يشتغلون جوا معوق، لا الى راتب لا هاي، قدمنا على الرعايه كل شيء ماكو. شافوا سوق قايم جت ايران، خيار ايراني، باذنجان ايراني، طماطم ايراني، وقفت الحاجه العراقيه تعبت وكلها انضربت بواري، وتعرف هذا الوضع، شغل ماكو، تلقي لك شاب خريج كليه يو يبيع جرايد يو وصل مال سيارات يصير، لعد هو من تعب ودرس وصرف هالفلوس غير يتمل يتعين، هاي ما يصير. مثل هذا هسه قاعد بصفي دا يبيع احذيه الحذاء ب 3000 وب 2000، اجار بيته 500 وامه مريضه، زين هاي شلون يا عمي؟ سبب ما تعرف منو يا عمي؟ تريد تبليني عمي؟ خو مو تريد تبليني، اي شلون معروف السبب منو؟ الشباب الى ما تشتغل وحركه ماكو بالشارع كله يموت، كلها تموت، ابو المخضر ابو الاسواق ابو التاكسي ابو الكيه كلها تموت. يعني انا من الناس 70 سنه عمري الى اظل شغل ولا عمل واجار ورايا، اضطر اطلع من الطريق واشير شريد اسوي اسوي شو اسوي؟ يعدموني خلي يعدموني يا عمي. هسه انت شاب انت والاخوان وكذا على وجه غير في سبيل تصورون وهاي وتنشرون في سبيل تجيكم تشنفل شهريا، زين الى ما تجيك شو تسوي؟ مين تعيش عائلتك؟ وهذا بعد يوم على يوم بالاسوء، تحسن ماكو بالبلد ابد. انا خوف ايش قصرت انتخابات ما انتخبت، اي واحد كان ما انتخبت ماكو فائده، يعني غير مثل انتخبه كله غير اكون فائده للشعب، مو بس لي للشعب كله ماكو، كل فائده ما. اذا صوتنا يوصل للمسؤولين نقدر نسولف، اذا ما يوصل حتى نعرفهم. انا عندي واحد مرتي بالبيت جيش جماعه الجيش السابق، من السقوط من صار السقوط حلوا الوزاره مالتهم، كانوا يعطونا منحه كل شهرين 150، انشالت المنحه وبقت المالكي، من اجى المالكي خصص لهم كل شهر على اساس 500 يستلمونها، يروحون وين؟ بين ما يروحون وين؟ للدفاع، الدفاع وين يرجعهم الزيونه، من زيونه للدفاع، وهذا صار من السقوط لحد هسه. لا هم مسرحيهم طلعيهم، لا هم مرجعيهم للدوائر مالتهم، لا هم مسؤولين تقاعد، يعني هي خدمتها 12 سنه. لا اي دائره تروح لها ما يستقبلونها. ليش؟ لو انتم لو بحزب لو ماكو، وهسه احنا لحد هسه من 2003 ولحد هسه. هي عندنا خدمتها 12 سنه. ما يعرف مصيرهم شنو هو. وبيهم 500 اسمه موظف. على الدوائر مالتهم، وقت الجيش السابق، لين على الدفاع حلوهم، ولحد هسه ما نعرف شنو مصيرهم. فملكة المسؤولين على هذا الشيء ان ملكة يسوون لنا شغلات حل لهم. نجي من البصره على الوسفيه، نبقى بالوسفيه 3 ايام، الله وكيلك ضابط رتبه ملازم اول ياخذ من عندنا 10-15 بالسيطره مال الوسفيه، تجي على جسر دياله نشاله من الضابط مال المرور الاتحاديه، ذولا مع احترامات الزينين هناك عالم الله وكيله كله فلوس بفلوس. رسالتي رحمه الوالدك، يعني من السيطرات عالم تعبانين اجيب عالم زينين ملتزمين مو يسلمون بالعالم، بيناتنا الله ما تجي ما تعبر السيطره الا مو كله فلوس بفلوس. صار لنا ايش اقول لك 4 سنين شايفين الضيم. تريد لك واحد زين ماكو، يعني ضابط ايش قد راتبه رحمه لوالديك؟ عايز لي وانا سايق اخذ 250,000، اخذ معد اجباري لو ابقى بالازدحام. بيناتنا الله هي بيناتنا، انا سيارتي 2013 بيناتنا القران فلشوها، ويجيك مكرم السامع مع احترامات العالم ما يسوى له شيء هو ويتجاوز عليك ويضربك وانت بسايدك.
بيناتنا الله، تعطي فلوس تطلع قبل ما توقف. اي هو قال ملازم اول بيناتنا القران ورقمه عندي بيناتنا القران، احول له كرت بالعشره اطلع قبل رون سايد. قال لك صراحه انا يوم من الايام بقيت يعني شو اقول لك من 12 بالليل ثاني يوم حجزوني شي لازم سراي عدل تجي رون سايد ب 5000 10000 تطلع قبل. جيبايا ماكو علينا احنا بس على المخضر، واحكيك على معاناه المخضر وبراد، البراد شايف الضيم. الله وكلك شايف الضيم وظلايم. يعني شو اقول لك؟ كله تاخذ من عده. نجي من اربيل يعني شو اقول لك؟ يعني السيطره مال الشعب وحق الحسين ورقه لا تعبرها وحق هذا الله، تعطي 100 دولار لا تعبرها من السونار. من سدوا المدخل من هنا متجه من ال متجه على متراب من هنا على طريق النهروان. ها سدوها بقت بس مال الشعب، الله وكيلك بورقه، لو تبقى لك تاكلك اسبوع بالشارع. خصوص الشباب العاطلين عن العمل اسباب عديده، اولا توقف المعامل البنى التحتيه مالتنا، اثنين البرلمان هسه بهاي الموازنه الجديده كان مخليه فقره انه استثمار او بيع دوائر بدل ما يشغلوها ويديموها يزيدون الطين بله. زين فرص عمل ماكو، الخريج يطلع ماله مستقبل، كلها بس للمحسوبيه والمنسوبيه، اكثر من هذا ماكو بنى تحتيه، ماكو مصانع كلها واقفه على مود الفائده الشخصيه لبعض المتنفذين لا اكثر ولا اقل. هذه اسباب مالتها، اغلب الخريجين هسه ما عنده مستقبل، يعني لو يروح يتطوع عسكريه هم من حظه سعيد اللي يتطوع ماكو. صارت هم بفلوس. بفلوس طبعا، فلوس ماكو شيء ببلاش، اي وظيفه تروح لها اذا ما عندك ظهر ويجي وياك يسوي ماكو. حتى العسكر الله يحفظهم كلهم كل صنوفهم هم بفلوس، ونيال اللي يتطوع هو خريج ماكو مجال عمل. اما يروح يستغلوه جهات معاديه او يلجا يصير مجرم ماكو، ليش يعيش؟ يعني الشاب يتحصر على بنطرون لو تكرم يلبس له حذاء او زوج جواري بحال البشر ما يتحصر. الخريجين قاعدين بمصادر شغل ماكو، حتى شغل مصر ماكو، شغل مصر بالعمال هسه يروحون ماكو شغل. ترضوها بعلب جبنه عمي شايب؟ يا الله شوفوني بعلب جبنه، الله شاهد علي، هاي عيشتي بالجبنه هذني، وكل شيء ما عندي لا بيت ولا كل شيء ما عندي ولا راتب ولا من كل شيء من هاي الدوله كل شيء ما محصل، الله شاهد علي والرسول محمد لا بيت ولا كل شيء ما عندي ولا هاي بس هاي الجبنات عندي ابي ابيع بهن وحق الله ورسوله. والله 12 نفر الله شاهد 12 نفر اي والله اي والله على الله وهذني والله العظيم. والله حصل لي ال 15000 10000 يعني بس كانوا 20000 من هذه الفضيليه روح ارده بالقران وعايش على ذني. والله شو طالب حكومة العراق تلتفت علينا، شوف لنا رويت بات، شوف لنا بيتات، شوف لنا هسه الاراضي هاي الله منا شودية العراق كبيرة، خلي يطولنا بها ارض قاع مبارك قطعة ارض يطولنا مبارك بيت سكن. والله هالخريجين هاي بالله هاي هم هاي نوع ثانة، هاي الخريجين نوع ثانة هاي من الدولة العراقية. زين طالب من ناشد من والله ينحرف، يعني ينحرف شلون ما ينحرف؟ اكو واحد ما ينحرف بهاي بهاي انا هسه تشوف هاي الجبنات الدنيا. زين انا هاي عشتي الله شاهد علي كل شيء ما عندي، وحتى هدوم من الناس من البياع ذولا للكواكب الله شاهد. زين هاي عشتي شوف هاي الجبنات الدنيا عايشين 12 نفر على هالجبنات الدنيا والقمرات ما عندنا غيرها. زين وما هجرت كنا قبل فلان فوق من سامرة يعني كنا بنص الخير، بس من صارت هاي مات هاي شردنا وجينا بعد كل شيء ما حصلنا، حتى مات المهجرين ماكو. زين من هذه المليون ونص اعطوناها وهاي هي هاي البطاقه لا راتب بيها ولا كل شيء ما اعطونا مال المهجرين بالقرار. بعد الله شاهد. انا احد المنتسبين للقوات الامنيه وزاره الدفاع، كنت ادام بالفلوجه، صوبت بدنا على الحرب مع داعش بال 2014، صوبت من دخلنا كنا داوم بالسكر.
اخذت اجازه شهرين بالمستشفى نايم بالمستشفى انا متصوب. ورا شهر رجعت وحدتي لقيتهم داخلين هروب فاصلين العقد مالي. وهاي معاناتنا من 2014 لحد الان. مظاهرات سوينا قابلنا رحنا وزاره الدفاع قابلنا ماكو اي نتيجه، هسه نطالب رئيس الوزراء بان يمنحنا هذا العفو ويضمنا بهاي الموازنه الجديده. تعيينات ماكو. يا دوله ماكو. هاي يوم هاي وعدونا على تعيين قالوا 20 ورقه اعطيناهم 20 ورقه ماكو. لا ما كل ثلاث ايام كل اربع ايام يوم واحد. لا كله ماكو. لا طلع تفليش 15000 يعطونا ونرجع للبيت. بعد الله هو امي امي مريضه. يعني اروح للمستشفيات ماكو دواء عدو. اروح يعني مدينة الطب يقول له روح جيب دواء من ورا حتى ندخل. اه وانا بالمدرسه لو اروح منها احل من الشغل اروح مساء احنا داوم وبس انا بوحدي اخوي معوق. ها اروح نجيب دواء لابوي ولامه ولاخوي احنا بس انا مساعد لي. قالوا على متعين 20 ورقه قلت لك اعطيتهم له وماكو ليش. هاي الدولة حالت لي بس بالنفط بالبنزين هاي دخلوا الامريكان هاي مرجع علينا. هسه انا من عندي كشك مثلا كشك بالشارع ابيع جقاير مي بيبسي مو انا من جدتي البلديه مثلا فلشتني على عيني وعلى راسي اكو شغله بديلها اشتغلها يعطوني شغله قالوا لي تعال بابا احنا فلشناك تعال اكو تعيين كل شيء ماكو. هاي شباب بالضيم يا حاله احنا الحمد لله والشكر ناكل ونشرب غيرنا ما ياكل ويشرب. نسوان روح للسوق العصر نسوان ما عده تروح بالزباله بالحاويات زين تلقط الطماطه والبصل والباذنجان ما عده. هاي لو عده 10000 كان ما راح تلقطت من الزباله صح لو لا. زين الشباب تعبانه فرد مره لا شغله لا عمله لا ما ادري شنو كل شيء ماكو. زين ذاك اليوم واحد شمر روحه من الجسر ما جادري انا عندي كيه شمر روحه من الجسر ما جادري طلعوا الشرطه النهريه فقعدوه على الجسر قالوا لي ليش ضغطوا عليه قالوا لي ليش شمرت روحك كان يقولون والله ميت من الجوع وين اروح. الحكومه ايش قص صار من خلص الانتخابات صار لها من خلصت تقريبا 7 أشهر الى 8 أشهر لحد الان لا قرروا موازنه. الوزارات لحد الان ما انطوها بيد ناس كفؤه لحد هاي اللحظه. بس اردفتي من البرلمان ياخذ رواتب وعايش عيشة الملوك وياكلون اكل الملوك وهذا الشعب كاتل الجوع لحد الان ما قاري لهم قرار واحد. والله نستعنف هاي القعده فد شهر النوب متلاغين بيناتهم واحد يقتل واحد كل واحد يريد الخير الى الحزبه الاحزاب بهذا الوقت اليوم اللي صارت عندنا. ابسط مثال ذاك يوم بالسماوه شخص مهوال هوس له هوسه قدام سيد عمار الحكيم قال الخير العدنا مكوم والاحزاب تفرهد بي شبعوه قتل. اليوم بهذا الوقت صار المواطن من يحكي حريته الشخصيه يتاذى. انا ناشد عادل عبد المهدي ليش المواطن من يحكي حريته الشخصيه يتاذى؟ الديمقراطيه وين؟ خلونا نرجع الزمن صدام. زمن صدام احسن من هذا الزمن. خلونا نترحم له هذاك الشخص خلونا نترحم له لانه الشعب قتل الجوع. امان ماكو. خلصت قاعده اجتنا الطائفيه، خلصنا من الطائفيه اجتنا داعش، خلصنا من داعش الله اعلم ايش راح يجينا. تفجيرات ما خلصنا من عندها الا صارت عيوننا زرق. داعش راحت الاف الشباب، ملايين الشباب راحت. الشباب اللي راحت دمها مهدور. لا حقوق لا رواتب. مرت الشهيد الجدي بالترافيك لايت الجدي شنو ذنبها هاي مرت الشهيد الجدي بالترافيك لايت؟ خليه يطلع خارج العراق. العراق مو لكم احنا خطاربي. خل نطلع خارج العراق نروح نبوق هناك نروح نسلب شو كل شيء نشتغل على الاقل مو دولتنا مو بلدنا. هذا مو بلدنا عمي. هذا البلد مو انه ابو ايران يتدخل بشأننا. ابو امريكا يتدخل ابو قطر يتدخل ابو السعوديه يتدخل بحيث تعرف شنو سفينه وكثره ملاليحها تغرق لو ما تغرق. هي غرقت مع الاسف العراق غرق. يعني شغل وعمل ماكو. الشباب قام تسلب قام تبوق قام تقتل بسبب هالشغل هذا. ودا اعرف يعني هواي شباب راحوا من ورا هاي الشغله كودا شغل ماكو قام بوقون ويسلبون طابون يسجون. العمر 19 العمر 18 ذول الحدث بعد المصغار. يعني ليش؟ يعني الدوله وين يوصل بيها بعد؟ يعني خلوا العالم عالم تاكل وعالم ما تاكل. والله عالم تتريق ما تتغدى. تتعشى ما تتغدى.
من وراء هالسالفه هاي مال الفلوس. يعني شغلوا عمل ماكو، القاعه صار 16 يوم و20 يوم، والله هسه احنا ما يخالف نقعد ناكل ونشرب ببيوتنا عادي، احنا من بغداد. والله هاي المحافظات خطيه، اللي جه هنا يقعد له 20 يوم وفندق واكل وشرب كلها براسه، يعني ذاك ما حطلع وياي محافظات. والله العظيم احنا في الكفر يقول 20 يوم يطلبنا بالفندق، ما عندي اطي. يعني شنو وين توصل بعد؟ توصل لهالحد يعني؟ وصلوا لهالحد. يعني اهل يطبوننا من الدوله قفاص. ماكل باكل الشعب، يعني الراتب كل عراقي له راتب بالشهر من النفط 350,000. هسه حتى 100 مدى ينطل الشاب العراقي. يعني هاي الشباب هسه احنا شباب. والله استعينات، موظفات، يعني هسه هاي الناس كلها قاعده ساكته من ورا العمل هذا. يعني عمل بهدلونه وطيحوا حظنا، همات مو بس بهدلونه. يعني واحد حتى مرات من يصف من الباوع يقول الرزق على الله، اذا ربك ما مباوع علينا، ما فاتح علينا، وهذا ولا الدوله كلها بوق بوق، سلب بسلب، شيل بشيل. وشنو يعني هسه هاي العالم شنو؟ هسه هذا الطفل يبيع شاي، هذاك من شي يبيع، نسوان يفترن هنا جدا. وش؟ نسوان تفتر جدة، قال ايش تجدين انت؟ وبعدك حلوه وشابه، تقول شو اسوي العيشه صارت هيك؟ تقول احسن ما اروح بالحرام، اروح اجد احسن. انا اروح المدرسه ما عندي كلمه، اروح اشتغل عمود اعيش اهلي، اروح مدرسه بيتنا بحي العامل، اجي المدرسه ناب الشعبي اجي ماشي، لو من ارجع المدرسه اروح اشتغل، الله يقبلها. ليش نشكي الحكومه وماكو رد؟ ماكو مطالب، نطالبنا ابسط الحقوق اللي هي العيشه الرغيده للانسان والمواطن العراقي. زين الانسان يطلع من الصبح يوميا على باب الله، يعني يحاول يلقى فد مصدر رزق، ماكو. ناس قاعده ايجار، ناس تعاني، زين نازحين، الى متى هاي؟ الى متى يعني ظل الناشد؟ ابسط الحقوق ماكو. زين الحكومه شنو دورها؟ دورها شنو للمواطن؟ غير نعرف. زين ولا حول ولا قوه، تجه الى عده اتجاهات، يعني سلب، سرقه، تداعى المواطنين. زين تحاول انه تلقى مصدر رزقك باي طريقه. زين يعني الى متى؟ بس الانسان المتربي ما يقدر يظل يصبر يصبر، الى متى يعني صبر؟ الصبر الى حدود، واي المعاناه البسيطه يعني، ماكو اكثر. احنا هذا العالي كل سنه العالي على الموازنه. الموازنه ايش قالت؟ ايش قالت الموازنه؟ كل سنه الشهر الثاني الاول الثالث يلا يطلقوا الموازنه. يا اخي يعني هم عندهم رواتب البرلمان والوزراء، وهاي عايفين الكسبه والعمال قاتلها الجوع. عمي صار قتل وصار سلب وصار لهب وصار فساد. عمي منين؟ الدوله وين؟ وين اقتصاد الدوله؟ غير تبوا على هاي الشباب، هاي الشباب اللي 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 انحرفت من الطريق، اللي صار عندهم انحراف 100%، شباب لقمنا من سيطر عليهم؟ يا اخي ما يصير هذا. المفروض الدوله تنتبه على هاي الشباب، هاي الشباب اللي عينت العراق، عينت البلد هذا. احنا ما نريد نرجع للخلف المربع الاول. هاي الشباب المفروض ادعمها، اعطيهم اعمال حره، اعطيهم شهاداتهم بجيوبهم يا اخي، لا تعيينات. التعيين بالتربيه ب 80 ورقه ب 70 ورقه، التعيين بالجيش ب 50 ورقه، بكل الدوائر فلوس مبالغ، يلا يتعين. مين يجيب يا اخي؟ مين يجيب؟ يعني هو يعني يتعين يو ينتحر الشاب، مع الاسف قام ينتحر، لان بعد ماكو شيء وسيله له. الشاب يريد يلبس، يريد يطلع، يريد اكل، يريد. زين هو اذا ما عنده شيء يسوي؟ حد وين يروح؟ ينتحر يا اخي، قام تنتحر هاي الشباب. يا اخي احنا نريد الدوله تنتبه على هاي الشريحه الشبابيه، يرحم والديك. فاحنا لازم توصلون صوتنا هذا، يرحم والديك، توصلون صوتنا بكل امانه وكل صدق، توصلون صوتنا للجهات العليا، انه هاي الشباب انه هي الشريحه الوحيده انه متاذيه. عمي العايش بهاي العالم، شوف خلي يفر الكلام، مو علي يا عمي، مو في هاي العالم قاعده ساكته بطاله. عمي العالم مين تجيبه؟ طبعا حقه يروح يبوك، يروح يسلب، يروح ينهب، يروح يساوم. مين ابوك؟ والله احنا نقول الله مقدرنا وماشي الخبز، بس غيرنا ذول جايين من محافظات عمي، الخريجين عندهم شايف لك نقيب يشتغل عماله، ها الله كفيلك، شايف لك هيجي نقيب. لا دقيقه خالص، احنا
احنا لو نحكي لو نحكي ما يخاف هذا 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 باع عليه لا هذا بشرفك هذا هذا بيحكي هذا هذا يا قانون حتى الله ما يرضى بيه الله ماكو ما يرضى بيه هاي المفروض 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 ماكو هذا ليش قبل نقول اكو تغذيه هاي نحكي على ها قبل ماكو رقابه والحرام يجي مثلا ينباقي يبقون ينباقي اليوم نفس اللحظه يجيبه ليش يجي عود احنا دوله هاي هم دوله هم دوله هي شنو والله شالت الفبار ها لا عمي خاف خاف يفعلون علينا اخواننا الامنيه عمي بف الله والبيت احنا عفات لو ما اي والله العظيم ما نقول لك احنا حامين روحنا اي والله العظيم واحد يعرف الاخ احكي لك صراحه غير بحي العام واحد يعرف الاخ احنا نطلب من رئاسة الوزراء العادل عبد المهدي هو يوميا طاب لنا منطقة يفتح الصبات زين انت وبس الصبات عند معاناة انت احنا رحم الله والديك جزاك خير الجزاء زين هاي العامل طالع 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 بالشوارع لا شغل لا عمل لا تعيينات لا كذا غير ينظر هاي الشغلة لو احنا بس نفتح الصبات رحم الله والديكم امان صار خير من الله كل شيء يعني شو نقول رحم الله والديك زين لا لا امان لا 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 واحد احتمالات الله غير احتمالات الله امان موجود حد يعقوب امان موجود لا لا الحمد لله متعايشين كنا لا سيدنا لا فرقه ولا زايد ولا عبيد بس احنا نريد شنو معاناه هاي الشعب شنو نريد شغل شغل احنا سوافين من الصبح لحد الان لا شغل ولا عمل ما الرفحه ما يعطونهم رواتب على شنو يعطون رواتب هم هناك عايشين برا على شنو الخدمه الجهاديه شنو يعطون رواتب ليش احنا ما خدمنا احنا ما خدمنا جهاديه زين بعد عندنا بعد هاي الناس اللي عطاله بطاله هاي المعاملات التزوير بالتقاعد راح نشوفها تزوير بالتقاعد قبل اربع ايام رضعت راجعت على التقاعد مال امها تريد تاخذه طلعوا ماخذينه الرواتب من 2008 لحد 2017 زين بعد هاي احنا نريد تلغي مال الخدمه الجهاديه ومال الرفحه ومال طبعا هاي شو اسمه ما ترهم الموازنه من يعطوها؟ الرفحه يعطوها لهم يعطوها الخدمه الجهاديه يعطوها للحفاظات اللي جابنها اللي النعل مال الصحه اللي جابوها معايير قويه عمي لا صحه بيها خير لا مستشفيات بيها خير لا طرقات السوداء بيها خير هاي معاناتنا احنا ايش رايدين منعتهم عمي كل شيء ما رايدين منعتهم رحم الوالديك يطون معانات الشعب وخلاص راح من الوديه خريجين عمي شهادات والله العظيم معلقينه البنات معلقاتها بالمطبخ والولد عشانك يشتغلون بالعماله هم لو اكو عماله ما يخالف كل شيء ماكو عمي يريدوا الموازنه ويريدوا الشعب يمشوا هذه يلغون ذني كل القرارات مالهم كلها القوه مال الجهاديه مال رفحه مال هاي اللي ياخذونه ناشد الحكومه الشباب شنو ذنبه؟ عطالة بطالة اكو خريجين من عندنا يشتغلون عمال اكو تعبانين يعني ماكو شغل يعني نسكن هنا في فنادق صارنا اسبوع احنا قاعدين يوم يجيك شغل يوم لا ثانيا من خلال هذا اذاعتكم اناشد اهل السماوه اناشد فالح سكر محافظه السماوه زياد انا شوف لنا وظائف بالسماوه شوف لنا محافظتنا ليش هيك يعني جايين نشتغل ببغداد وشغل تعبان وماكو شغل والله جاي نروح كراوي ونجي كراوي كل شيء ماكو يا ريت اكو شغل هم ماكو شغل والله ماكو كل استفاده بس هيك يعني مجبورين نجي يعني يوم تشتغل خمس ايام ما تشتغل يومية تصرف اكثر من محصولك اذا تقعد تصرف ان كلن تشتغل 3000 يوميه مصرف تشتغل والله حتى 15 تصرف 20 نوبات اذا اي فندق واكل وشرب اذا تطلع وترجع ماكو شغل تصرف هواي وانا ناشد محافظ الشمال وانا اشوف انه وظائف محافظتنا هسه احنا هنا هسه هذا مصدر حي العامل 70 سنه يسموها هيايا انا عمر 60 سنه عمر 60 سنه واشتغل عماله صار لي 3 اشهر قاعد لا شغل ولا عمل ولا شغل لا نملك لا بيت ولا سياره لا شيء اسمه لا ابدا هذا جاهل هسه يبيع شاي مو هسه المفروض بالمدرسه هذا بالمدرسه يمشي شو اسمه يبيع شاي رجال وكلها هنا عطاله بطاله على الانتخابات ولا واحد من رئيس الوزراء اجى بالانتخابات المالكي ما اجى بالانتخابات العبادي ما اجى بالانتخابات وعاد عبد المهدي ما اجى بالانتخابات اجوا هيك يعني انتخابات عندنا فاجله باي هي هاي الشغلات عندنا هاي كلها عماله وش اسمه هاي شغل ماكو موازنه ماكو هاي كلها لا هم المفروض هاي هسه اذا يجي واحد يعطي فد 100,000 يقول له سوي فلان شغله يسويها لما عاد تلقاهم شبابنا كلهم ما بجيب 1000 دينار
كلهم ما بجيب الف دينار وتلقاه صح شاب وش اسمه لا شغل ولا عمل ولا ابدا. واذا تجي اتجاه اخر يطلع بلال ويقوم يساله انت مجرم وشنو والشرطه من كوم عليه جرجر بيه. هو رجال من عوزته سوى له هالشغله باق اسمه هم دي يبقون مليارات وهذا باق له قنينه يذبوا سجن واذا باق له طير ذبوه سجن. والله من اهل السماوه كل شيء حتى الشغل تعبان هنا صار ثلاث ايام قاعد والمحافظه تعبانه محافظه السماوه اتعبني التعبان الله وكيله لا خدمات ولا شغل السماوه وهنا بغداد حد ما حاصل شغل واليوم قاعد لا والله نفس الحاله هم ماكو شغل والله صار يومين قاعد واتعبني التعبان الشغل ساكن العلاوي مصارف هاي يوم اللي اطلع بيها اصرف على 3000 ثلاث ايام ذن ماكو بس مغيب روحه عن اهلي وهاي اي والله بس ما عندي مدرسه وعلى هاي الحاله ونحمد الله ونشكره. امي قتلوها الامريكان بالطائفيه ابوي قتل واحد من الامريكان وطفر علينا هي اخذت ورا الباب قتلوها وعلى هاي الحاله ونحمد الله ونشكره. السبب شنو اللي خلاك انه تعوف المدرسه؟ ما هو جنازي ما غير اي شيء انه اي يا شلون طبعا ايش كم اخذ احنا اثنين والله زين اليوم ايش قد تطلع خمسه 5000 دينار ايه كفيك هذا مصرف هو نجيب خبز طماط هاي خلصت ال 5000 ليش كل خيات عمليات بغداد ورفع يعني انت ب 5000 دينار انه هاي ايوه بيها مصبح لي ايوه شو وقت تخلص ايوه حسب الترم شو وقت يخلص زين هاي ترمز قد تكمل من الصبح هيك ساعتين حسب الشغل بتطلع 5000 ايه وتروح ايه ايه وارجع اروح اخدر ثاني وارجع قاعدين ايجار ايه بس هذا والايجار هم يصبر من يعطيكم الايجار اول الجمعه احنا